الذرة. مع أكثر من 270 مليون طن من الذرة المنتجة في الولايات المتحدة كل عام، يعرف الذرة بمحصول الحبوب الأكثر أهمية على الأرض. نظرة أعمق إلى هذا المحصول تأخذنا لما بعد الفشار. يتم استخدام الذرة لأغراض متعددة. على سبيل المثال، غالباً ما تستعمل عراقيل الذرة كعلف للماشية في المنتجات الصناعية. يستخدم الذرة لإنتاج الإيثانول، ومثل تلك الحبوب قابلة للتكيف بشكل ملحوظ، يستعمل كغذاء للحيوان والبشر، وفي المستقبل ربما تستخدم حتى في السيارات. أسعار الشراء تتقلب حسب العوامل الخارجية مثل الطقس وإنتاج الإيثانول.